اللي حصل لي يخلي اي حد يقول الصدق طول الوقت. عمري في حياتي ما قلت غير الصدق، ولكن هستمر اقول الصدق. النهارده انا بجد يعني حاسه بكميه تقدير شديده لجمهوري اللي وقف معايا جامد قوي، وفي غيابي شفت قد ايه كان بيدعي لي وبيحبني وبيساندني. ها ها هتتعور هتتعور. زي ما قلت لكم ببدا من جديد في قناه الحياه بكرو جديد، معايا بس مخرج احمد حسين وبروديوسر احمد مهران، هم من الناس اللي كانت بتدي معايا من ايام قناه المحور. سعيده ومبسوطه ومتوكله على الله سبحانه وتعالى في الفتره اللي جايه. ان شاء الله اللي جاي احسن من اللي فات. كل غلطاتنا اللي ما قصدناش نغلطها هنتعلم منها وتعلمنا منها. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما، وما نقدملكوش اي حاجه تضايقكم مننا. احنا اسفين اذا كنا ضايقنا اي حد مننا في اي وقت بدون قصد. نعم. عايز ايه؟ يوم الحد، يوم الحد، يوم الحد الساعة 10 على قناة الحياة. ايوه خد وردة. طيب وردة.